السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف الاحوال؟ كي درتو؟ كيف عاملين؟ كي دايرين مع الشتيوة والبرد؟ الحمد لله والشكر لله. كي دايرين؟ سنه سعيده على الجميع ان شاء الله، تدخل علينا بالصحه والسلامه، و2021 تدخل علينا بالهنا وراحه البال، ويحيد هذا الكونفينمون ان شاء الله يا ربي. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، ولكن الغالب الله. المهم لظروفهم كما كنقولوا، الله يعطينا غير الصحيحه والفضل. هذا الشيء اللي كاين اليوم، جيت غير نشوفكم ونشارك معكم شي مواضيع. وعليكم السلام، كي دايره؟ غنشارك معكم غير شي حويجات، شي تمشيات ديال الخدمه. وتوحشتكم وبغيت نشوفكم، وبقاو معايا ما تمشيو فين. كما قلت لكم البنات، اليوم توحشتكم بزاف بزاف، وجيت نشارك معكم غير واحد المعلومات خفافين، بالخصوص على الميتراج ديال الثوب. لان الميتراج ديال الثوب ديما كنلقاو فيه مشكل، حتى مع الكليان مساكن اللي ما كيعرفوش. مثلا الثوب الا كان فيه بحال مثلا نهضروا على جوهره دائما كيكون فيها غير متر 20، ما كيكونش فيها متر ونص. كاين كتلقى فيه متر 14، كاين كتلقى فيها متر 10. كاين هنا الميتراج، يعني دائما جوهره خاصها تكون فيها 3 متر. هذه 3 متر المراه اللي كتكون يعني الطوله ديالها متر 50، يعني متر 50 كتبقى تلبس ديك متر 40 في الميتراج، يعني 3 متر كتكفي. السيده اللي كتكون وافيه ما كتكفيهاش 3 متر، دائما 3 وربع الفوق. هذه كنهضر على قفيطين تاوي، يعني الوقيفه ديال على الوقفه استثناء التكشيطه. اما الا كانت التكشيطه والسيده وافيه راه تضرب حتى 4 متر، لان العرض ما كيكونش فيها، كيكون الطول والعرض ما كيكفيش. باستثناء بان التواب كنهضر اون جينيرال كاملين، المليفه راه متر و30 متر و40 كتكون مزيانه. علاش؟ جوج و30 جوج و40 كتكون مزيانه، علاش؟ فيها متر ونص في العرض. السيده اللي كتكون وافيه اللهم بارك لك، يكونوا عندها الكتيفات وكتكون ديجا عامره، هذيك راه ما كيكفيهاش متر و30 100%، يا اما جوج و30 ما كتكفيش، خاصها دائما جوج ونص ولا حتى 3 متر. لان كاينه تبارك الله صاحبي اللي كيكون عندها الباسان، كيكون عندها كاين اللي كتوصل عندها الباسان حتى 40 كذا 40، يعني ما غيكفيهاش كوبو. اللي كتكون عندها الكتاف، لان الكتاف راه هو البنيه ديال الجسم. عاوتاني عندنا جوج بلايص، عندك ثلاثه البلايص، عندك الكتاف البواطرين والباسان كيهزوا. شي واخا كتكون السيده طويله راه كيكفيها كوبو، لان الطول يعني هنا كتمشي على قدها يعني. ولكن اللي كتكون السيده قصيره يكون عندها الكتاف، ولا يكون عندها اللسان، ولا تكون عندها الباسان، كوبو راه ما كيكفيش. هذه هي المعلومه اللي بغيت ناكد عليها، لان بزاف بزاف ديال الكليان كنلقاو هذا المشكل في الميتراج. وجوهره، جوهره راه دائما اللي عندها متر 40 مزيان، كوبو ديال 3 متر، قل من 3 متر راه ما كيخرجش. علاش؟ باش ما كنخرجوش في الصاله البلديه، ما كنديروش الملاقيه، ما كان يعني كنفصلوا في صاله على حقه وطريقه كتخرج بحال دابا هذه القياسه هذه. فهاد دابا غنشارك معكم شنو كاين. هذه جوهره براندا، درنا واحد المجي ديال براتيك غزال، كيتحل هكا شتيش وكيتزيد. كيدي هذا كان غير اكسسوار، يعني ما كيكونش ضروري ضروري، ولكن كيعطي واحد الحلاوه في البياسه. شتيش كتزيريها غير من هاد هي شدات كاع الثوب، هذه ما بغاتش كاع تخرج. ها هي مزيان، يعني كتجي هذه راندا قفيطين عملي براتيك زوين. وشتيش كنأكد على صحاب جوهره، اللي كياخذ جوهره ما عمرو ياخذ قل من 3 متر. اما الا كان وافي خص 3 الفوق، يعني من 3 وربع وحنا زايدين. خلاص هذا الموديل هذا راه ديجا كنت شاركته معكم، ديال اللي بغيت كيجي غزال. هذه راه البياسه الثانيه، البياسه الاولى راه داتها مولاتها، ولكن نفس اللون خدمناه للسيده وحده اخرى. وطاز عاوتاني ونشارك معكم عاوتاني. هذه زويويقات اليد بحال البياسه اللي كنت وريتكم ديالي داك النهار. دونك هذا الموديل كيطلع غزال، هذا خلاص راه مخدوم باليد. شتي الزويوقه ديالو هنا بالمشماشي صاري صاري البرونز. ايوا صافي، حيت كنا على حيت عيط دار بالضو وتا المنظار عندي، وهذه راه الخدمه ديال اليد خلاص من الداخل. هيا طلع، كاينه فيها هاد اللوين، كاين فيها واحد اللوين اخر غزال. اللهم بارك صحة ما ليهم، يمسحوا بالصحه والسلامه. هذا خلاص، هذا الموديل هذا ها هو.
كاين داك الموديل الثاني غنرجعو لنفس الموديل. هاد الموديل عليه الطلب بزاف وزوين، شي حاجه اللي كتكون بلديه كتبقى ديما مطلوبه عليها الطلب. هاد اللوين عاوتاني شتي طالع غزال، مازال باقي في طور الانهاء، باقي في الفينيسيون، كيجي زوين. عاوتاني شوفي الزيتي بلي ديغرادي، ديغرادي ديالو والباج طالعة غزالة، اللهم بارك وبصحة ماليهم، كل وحدة بصحتها تلبس وتعاود طول العمر إن شاء الله يا ربي الصحة والسلامة. أنا واخا كنغيب نغيب ولكن راني غير لظروفي، وإن شاء الله يا ربي. المهم أنا كل ما كان الجديد رانا نشاركو معاكم دقة دقة، ولا سهل سيدي ربي غنشارك معاكم واحد الخرجة لواحد البلاصة ديال التوب إن شاء الله يا ربي. نهاري كتاب غير باقي الوقت شوية مع هاد الكونفينمون، مع هاد باقي كنخافو باقيين خايفين. هادي ها هي الزيتية، غنشارك معاكم هاد الجوهرة اللهم بارك طالعة غزالة غزالة غزالة. نوريكم هاد الجوهرة، هادي قفيطين سي راندا ومكرامي. شتي المكرامي تشوفيه من البعيد تقولي راها راندا، ولكن مكرامي رقيق وملصق بالراندا وكيطلع غزال، كيطلع زوين زوين بزاف كاع. شتي التضريس والطوطوق الا غزال بصحة مولاتها، تلبس وتعاود ان شاء الله يا ربي. هادو راه باقيين في طور الانهاء، باقي في الباقي ما تسالاوش الخدمه ديالهم، ملي تسالاو ويتعلقوا وتبريزونطاو غنعاود ندير لكم يوم فيديو تشوفوهم واقفين كاملين مكمولين. نشوفوا شنو كيزهر. هادي مليفه كشمير، مليفه كشمير خلاص البنات اللي كيسول عليها غزاله غزاله، وبما ماشي غير غزاله شي حاجه فوق غزاله، كتلبس ما كتحبب ما حتى شي حاجه. ومليفه كشمير معروفه الشتويه وخدمتها اغلبيه كنخدموها خفيفه. انا خدمينها هذه راه في صاله مخزنيه، كتيفه الطيحين برشمان كتجي زوينه. ومليفه كشمير كتبغي ديما خدمه خفيفه، خدمه بلديه من ناحيه الفصاله، ما عندناش اشكاليه مخزنيه عاديه ضغوا، كتبقى ديما زوينه. هذاك اللون ها ثاني لوين واحد اخر مليفه كشمير، ها هي هذا الترابي محمر. عاوتاني هذه ضغوة، هذه ماشي مخزنيه وماشي عاديه، هذه هابطه ضغوة. خدمتها شبيكه حتى هي طيب البرشمان سواقه اخرى. ديما مليفه كشمير كتبقى غزاله غزاله غزاله، لا نقاش عليها. ملي كيسول على مليفه كشمير اللي بغاها غير يتوكل على الله، يلبس هاد العام والعام الجاي غير بالصحه وطولة العمر. هادي عاوتاني هذاك الموديل، هادي مليفه كشمير عاوتاني هذاك الموديل عليه الطلب بزاف بزاف وغزال اللهم بارك. هذا شنو هذا؟ حيت زايدين شويه دايرين مليفه ديال المرمه صفيفه، معليش بحال بحال دابا تمشينا صفيفه صفيفه ديال المرمه، دايرين صفيفه ديال المرمه. وهادشي اللي مخالف على دوك اللي شفنا في الاول، والخدمه غزاله غزاله غزاله. الله يعطي الصحه لهاد السيده اللي كتخدم، يعطيها الصحه والبركه في ديداتها، خدمتها غزاله غزاله اللهم بارك. هي اللي كتخدم لي هاد السيده البرشمان كله، خدمتها على مزيناتها ولبس وعاود وخلاص. غادي نشارك معكم ان شاء الله يا ربي الموديلات ديال التنبات من بعد، غادي يكونوا زوينين وشي حاجه طوب 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 طوب. الله يسهل الامور. وما كما قلت لكم كنغيب عليكم غير لظروفي، مي والله القسم كنتوحشكم وكنتوحش نعطي الجديد، ولكن الغالب الله ترجعوا الخير والصحه والسلامه. واللي مازال ما تابوني تابونا ودق الجرس وجيم، وبسلام عليكم حلقة جاية إن شاء الله يا ربي، وما تنسوناش.